السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصدق جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وما ضل فإنما يدل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لهم مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويا بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون ونفق في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وقضي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفرت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة على الذين كفروا أنهم أصحاب النار قيل ادخل أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة عافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سورة المؤمن مكية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعد وهمت كل أمتهم برسولهم يأخذوا وجادلوا بالباطل يدخلوا بالحق فقدتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربي ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وما تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر مما قتلكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا الثنتين وحيتنا الثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فما الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليؤذي يوم التلاق يوم هم بارزون لا يكفر الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس مما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناظر الكاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أشد منهم قوة وأثرهم في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا النساء وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه إن أخاف عليكم أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينة من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد والذين من بعدهم وما الله يريد الظلم للعباد ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وما يدلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينة فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا حلق قلتم لا يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله إن الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كاد فرعون إلا في تباه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي الدار القرار من عمل السيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل الصالحة من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إلى إله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فقال الله سيأتي ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب يوردون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. وإنما يعجون في النار فيقول الضعفاء وللذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلا تمغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولو تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إن لنا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. إن الساعة لا آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نويت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينة من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل أن تبلغ أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وما أرسل من رسلنا فسوف يعلمون. إذ العلى فرعون أخي والسلاسل يختبون ثم في النار يسترون ثم كلا وإنما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم تكن ندعوا منه قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون افراد بغير الحق بما كنتم تفرحون. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين. فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليك ومنهم ما لم نقصص عليك وما كان لرسولنا أن يأتي بآيات إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغ عليها ولتبلغوا عليها حاجة في صدورك وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آيات فآيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثروا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينة فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بما كانوا يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا به وكنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده خسر هنالك الكافرون.
سورة الحميم صدمة كيف بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات القرآن العربية لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في يقينة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعملين نعمل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض بيومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قدر فيها قوت أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا للأرض يأتون أو كرها أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وفي كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وقدر ذلك تقدير العزيز العليم فإن أردوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ولا من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل الملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم رياحا صرصرا في عام حيصة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الأولى بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وما يشعر أعداء الله إلى النار فهم يحزنون حتى إذا ما جاءوا وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أعطقنا الله الذي أعطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرآنا فزينوا له ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فيهم ومن دخلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون فلنذيقن الذين كذبوا عذابا شديدا ولنجزيهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ونحسن قولا مما دعا إلى الله من الصالح وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كان ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك سبحان الله بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن نار أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحيى على محيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفما يلقى فينا الكرنا أما يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنا به وتعملون بصيرا إن الذين كفروا بذكر الله ما جاءوا وإنه لكتاب نزيل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم من حميم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو حكمة عليم ولو جعلنا القرآن عجميا لقالوا إلا فصلتاته أعجمي ورب يقول وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقوى ولا عامة أولئك ينادون من مكان ميت ولولا أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك من مريض من عمل صالحا فلنفسه ومن أسف عليها وما ربك بظلام للعبيد.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.